في هذه الفقرة راح نتكلم عن منظمة تحت عنوان The Protegees، كلمة لاتينية تعني المحميين. تهدف هذه المنظمة في كل سنة أنها تخرج جيل واعي عنده خبرة في الحياة ومحمي من قبل مرشدين يكسبونهم لمدى الحياة. راح تكون معنا ضيفة مميزة من هذه المنظمة، الأستاذة دانا حمادة، مديرة مشروع في المنظمة. حياك الله معنا أستاذة دانا، ونورتنا في شاي الضحى. مشكورين، مشكورين على السلامة. الله يحييكم. حياك الله نورتينا. تسلمي. مشكورين. راح نتكلم أكثر عن أهداف المنظمة وخطتكم لهذا العام، لكن من بعد ما نشوف هذا التقرير وفيديو مميز. والأمانة هذا الفيديو يعني ينحسب في رصيد إنجازاتكم. احنا كنا موجودين هنا قبل 7 سنوات في عند حضرتك، وانت قلت في ذاك اليوم ابي الكويت كلها تسمعكم. احنا اليوم جايين نقول خلال 6 سنوات السابقه مو بس الكويت سمعتنا، العالم كله سمعنا عن طريق شباب البروتيجيز اللي الحمد لله تخرجوا خلال 6 أجيال وشرفوا الكويت في كل المحافل المحليه والدوليه. فحابين نعطيك يبا نبذه بسيطه، وابتدي مع طالبنا محمد المني. مشكور على وقتك، وانا اعتبر نفسي من الشباب المحظوظين اللي خلال فتره قدرت اقابلك اكثر من مره. قابلتك قلت لك عن افكاري واهدافي، ولقيت منك اذن الناصح وايضا دعم الوالد. قبل 6 سنوات أو 7 سنوات لما جينا كانت فكرة The Protegees مشروع بسيط، في فكرة عندنا طموح نبي نحققه، وانت قلت لنا لا تخلون احد يوقفكم. والحين احنا جايين بعد هذه الفترة، بعد 7 سنوات صار The Protegees منظمة قيادية تنمي مهارات القيادة في الشباب والدعم الوطني، اللي بالاخير كل سنة يصير عندنا مشاريع ابداعية. بعد هال7 سنوات احنا كنا 25 شخص، اليوم صرنا 150 شخص، وبس ما صرنا عادة بس بالكويت، وصلنا إلى 8 دول ومرتبطين في 5 جامعات أيضا. أنا من طالب صرت الحين مرشد أيضا بالبرنامج، وبالإضافة إلى هم أن البرنامج البروتيجيز مطلوب في أكثر من 5 دول خليجية للنتائج اللي شافوها من الشباب اللي موجودة. يبقى ثقتك فينا من 7 سنين اليوم احنا جايين نوريك نتاجها، ونطلب ثقتك ودعمك مرة ثانية، لان احنا قاعد نشوف توجه في الدولة لإعطاء الشباب والمنظمات الشبابية فرصة اكثر للابداع. واليوم احنا ما لا نزكي نفسنا، ولكن نبي نبين لك من خلال الشباب الموجودين شنو قاعد نسوي، ونبي دعمك زيادة لنضاعف هذا الاداء. يبا احنا يعني قاعد اتكلم كلام هذا من قلبي، احنا كل يوم نقوم من النوم الصبح لليل نشتغل بيدنا وريلنا عشان نخدم البلد، وقاعد يعني وحتى هدفنا ان نخلق هذا الجيل العظيم الواعي المثقف اللي يبي يخدم ديرته ويبي يعطي عطاء بلا حدود. ومثل ما قالوا اخواني، انت الشخص اللي تقدر ان شاء الله تساندنا وتكون ويانا تدعمنا دعم كان مادي ان كان معنوي ان كان دعم يخلينا نستمر ان شاء الله استمرارية، يعني نبي عيالنا نفس الشيء همني يدشون بهالبرنامج ويتقفون ويانا. شاكر الاخوات والاخوة، يعني كل ما سمعت منهم وكل ما افرحني، اللي فرحني بأن كلكم نطقتوا يبه. الله يسلمك. يبه هذه عندي كبيرة، أحس فيها والله كبيرة، أن كلكم مثل أولادي يعني. ف
عهدكم يعني بما ما تعملونه لأنكم مش هتوقفوا في 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 نص الطريق، لا يجب أن تكملوا. والآخر فينا إذا ما نساعدكم لتكملة برنامجكم اللي تعملوه، برنامجكم في فخر لنا وللكويت وللعالم كله، يعني الكويت تفتخر فيه. فلذلك على بركة الله وأوعدكم بأني سأكون يدي بيدكم. وهذا أخي يوسف استشار يوسف يشهد علي بأن يدي بيدكم، وأنكم إن شاء الله تصلوا إلى المرحلة اللي أنتم تتمنونها وحنا نتمناها وياكم عليه. ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا. هذا التقرير يشمل عملنا خلال سنة واحدة فقط بالضبط، تفاصيله بشكل الله بإنجازاتنا تطلع عليه متى ما يعني متى الوقت اللي يناسبك، في بالضبط تفاصيل. الله يعطيك العافية. وهذه يبا جائزة، الجائزة اللي راح تبلش إن أول جائزة راح نعطيك إياها اسمها جائزة صلاح الدين الأيوبي من برنامج البروتجيز، راح تكون أول جائزة لك، وإن شاء الله بعدها راح توزع الجائزة حق الناس اللي أثروا الكويت في أعطائهم. كثر خيركم، كثر خيركم. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفيديو المميز مع ضيفة مميزة دانا حمادة. دانا ما شاء الله يعني شيء مميز، ودنا نعرف منك عن لقائكم مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله. شيء مميز وتجربة حلوة ودنا نعرف عنها أكثر. أول شيء مشكورين مثل ما صانع على الاستضافة، وسعيدين جدا موجودة معاكم اليوم. لقائنا مع صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح كان لقاء جدا جميل، كان يعني إنجاز حق المنظمة نفسها، إنجاز وايد كبير، وكانت بداية حلوة للسنة حقنا في منظمة البروتجيز. اللقاء نفسه مع صاحب السمو مثل ما شفته بدأ في أداء للنشيد الوطني على طريقة الأكابيلا من طلبة الجيل السادس. هذا الأداء اللي شفته طلبة الجيل السادس تدربوا عليه في كلية بوسطن مع أحد البروفيسورات اللي ملوت الموسيقى في جامعة بوسطن، فكنا نتدرب عليه من بوسطن، كنا نبي نسويه في تخرج البروتجيز، لكن حصلت لنا فرصة أن نغني قدام صاحب السمو أمير البلاد، فكانت فرصة وايد حلوة. واللقاء نفسه هم جمع وايد طلبة من خريجين البرنامج من الجيل الأول ومن الجيل الثاني ومن الجيل الثالث ومن الجيل الرابع ومن الجيل الخامس. شاركنا في اللقاء إنجازات المنظمة خلال 6 سنوات السابقة. وإحنا طبعا هذا ثاني لقاء مع صاحب سمو أمير البلاد، قابلنا أول مرة مع تخرج الجيل الأول. وهم بعد 6 سنوات حبينا نقابله مرة ثانية عشان نشاركه في إنجازات المنظمة نفسها خلال 6 سنوات السابقة. دانا شنو يعني لك هذا اللقاء الأبوي؟ يعني أنا لما شفت التقرير حسيت لقاء سمو الأمير فيكم لقاء الأب مع أبنائه وتشجيعهم وتحفيزهم، ويعني أيضا لمست الفرحة بعيونكم وبكلامكم، ويايين بكل فخر وفرحة تستعرضون إنجازاتكم لسمو الأمير. اللقاء مثل ما شفته وصاحب السمو كان وايد مستانس في لقائنا، وكان وايد مستانس من الطلبة نفسهم، وشفت شلون كلمة يبا أثرت. الكلمة وايد بسيطة بس أثرها كان وايد كبير على صاحب السمو أمير البلاد. إحنا على كثر ما نقدر كنا نبي نوصل إيش كثر إحنا مستانسين إحنا وجودنا مع صاحب السمو، وبنفس الوقت كان ودنا نوريه على كثر ما نقدر إن ترى كل اللي سويناه حق الكويت وحق المجتمع الكويتي، عشان طلع الشباب الكويتي بصورة جدا جميلة، ونغير فكرة الشباب الكويتي إن ترى في أماكن ممكن إنها تستضيفكم تحتضنكم وتقدرون تحققون كل اللي تتمنونه من خلال المنظمات اللي قاعدة تصير في الكويت. شيء حلو صراحة، نتمنى لكم التوفيق. بس دانا ودنا نعرف شنو معنات بروتجيز، يعني شنو معنات المشروع؟ البروتجيز سؤال وايد اسمه بروتجيز. البروتجيز هذا
سؤال وايد ينطرح علينا، هو اسم لاتيني معناته الشخص المحمي. احنا عندنا في برنامج في البروتيجيز متكون من الطلبة نفسهم، والبرنامج قائم ويتم إدارته عن طريق مرشدين البرنامج. مرشدين البرنامج من أسماء المرشدين البرنامج عندنا رنا الخالد، عندنا عبد العزيز اللغاني، يعرب برحمة، شملان البحر، إيمان الرشيد، محمد النيخ. هذيلي وهذيلي المرشدين هم اللي يرشدون الطلبة خلال 6 أسابيع، وعقب 6 أسابيع تستمع علاقتهم معهم إلى مدى الحياة. يعني الطلبة ونس هم يدخلون البرنامج، يتخرجون من البرنامج يكسبون هالمرشدين إلى مدى الحياة. نعم، شنو المهارات وش اللي تعلمونه هالطلبة معاكم في المنظمة؟ يعني أنتوا كل سنة تحضرون على مدار عام كامل علشان فترة الصيف تاخذون جيل جديد، فهذا الجيل شو اللي يتعلمه من مهارات معاكم؟ احنا نحاول كل سنة على كثر ما نقدر ان احنا نخرج جيل واعي اكثر بنفسه، ونعطيه المهارات اللي يحتاجها على اساس انه نساعده انه هو يحقق طموحه واحلامه، على اساس انه يغير من نفسه ويغير المجتمع دور مداره. احنا خلال البرنامج في فصل الصيف لمدة 6 أسابيع نحاول ان احنا نفتح مواضيع عديدة على للطلبة، نجيب متحدثين مختصين في مجالاتهم. المتحدثين في 6 أسابيع يكونون من بروفيسورز من الجامعة نفسهم، او متحدثين مختصين في مجالهم، وحتى المرشدين في البرنامج يشاركون خبراتهم في الحياة مع طلبة نفسهم. المواضيع اللي تم مناقشتها في 6 أسابيع تكون جدا متنوعة. نعم. ما نركز على شيء معين خلال 6 أسابيع، على كثر ما نقدر ان احنا نعطي الطلبة مفاتيح علم كثيرة في شتى المجالات. دانا ودنا الحين نشوف فيديو خاص فيكم بالجروب. مشاهدينا تابعوا معنا هذا الفيديو ونرجع لكم بعده. من بعد ما شفنا هذا التقرير رجعنا مع ضيفتنا دانا حمادة وللحديث عن المنظمة. شنو الهدف الرئيسي اللي جاء في بالكم لما نيته وأسسته هذه المنظمة؟ الهدف الأساسي من فكرة هذه المنظمة أن مشاهدين البرنامج حسوا أن في وايد مثل ما يقولون جاب أو مسافة بين كل جيل وجيل، والجيل وماكو في نقل خبرة بين الأجيال بين كل جيل وجيل. فالمرشدين اجتمعوا وقالوا ان ليش احنا ما نأسس مثل برنامج او منظمة تساعد الاجيال، تساعد في نقل الخبرات بين كل الاجيال. فيت فكرة المنظمة من هذه الفكرة ان نحاول على كثر ما نقدر ان نقلل الجابس او الفجوة بين كل جيل وجيل. نعم. عندكم خطة اكيد مستقبلية، عندكم حلم حابين تحققونه او شيء في بالكم؟ في اخر السنة اللي طافت تم اختيار منظمة البروتيجيز من جامعة الجامعة العربية من أنجح الإدارات، ويراد تعميمها على الدول العربية. فإن شاء الله هذا راح يصير إن شاء الله. راح نلتقي مع الجامعة العربية في هذه السنة، وإن شاء الله هذا من الأخبار الحلوة اللي صارت لنا. وهذا هم إنجاز كبير حق المنظمة، وإن شاء الله طبعا مثل كل سنة راح نبدي الجيل السابع في شهر 7، ونبدي مسيرة الجيل السابع إن شاء الله تنطلقون هذا الصيف إن شاء الله مع جيل مميز. يعني ودي أتكلم عن الجيل السابع الحين قاعد تحضرون له أمور كثيرة للصيف، شو اللي راح يميز هذا الموسم عندكم في هذا العام؟ احنا مثل ما قلت احنا في البروتيجيز، بس حبيت اوضح ان احنا نقبل الطلبه من اعمار 16 الى 24. نعم. والجميع مرحب فيه انه يقدم على المنظمه نفسها لفصل هل محدود الكراسي المقاعد محجوزه يعني تكون؟ للاسف احنا عندنا 25 مقعد حق كل جيل. واحنا وهم احنا من الاشياء اللي ودنا نحققها في السنوات القادمه ان احنا نزيد الكراسي حق كل الاجيال اللي راح تم اللي نقبلهم، بس هذا ان شاء الله يعني في المستقبل. لكن كل جيل الحين يتم اختيار 25 طالب من اعمار 16 الى 24، وعلى مدى 6 سنوات السابقه تم اختيار يعني 8 جناسي مختلفه عن الجنسيات الكويتيه. فهذا هم نعتبره انجاز كبير بالنسبه حق الله يعطيكم العافيه
وصراحة نفتخر فيكم كبنات وترفعون اسم الديرة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. والمميز أيضا أسامة أنهم شباب مهتمين بالشباب. صحيح. يعطيك ألف عافية. شكرا لك دانا حمادة، نورتينا في شاي الضحى. شكرا، مشكورين على استضافتك. شكرا، نورتينا. ننتقل معاكم.